الرحمن الرحيم عن جابر عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت أعوذك بالله أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني وغطيني بي فأتيته بالكساء اليماني وغطيته بي وصرت أنظر إليه وإذا ويطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قالت الله سعد وعز بولدي الحسن قد قال وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعمنا جدك تحت الكساء اللهم صل على يا جده يا رسول الله اتعذر ان يدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد ارزنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى قالت الله سعد وعز بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه واله فقلت نعمنا جدك وخاك تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. بدر الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من ابتعره الله وتعذر لنكون معكما تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد زدت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. اقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا ابا الحسن ويا امين المؤمنين فقال يا فاطمه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه اخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء اللهم صل على وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذر أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم خليفتي وصاحب لوائي قد زدت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذر أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد زدت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما
تبلى جميعا تحت الكسائي أخذ برسول الله بطرف الكسائي وقام يبدا اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأزل عنهم عرسا وطاهرهم تطهيرا خلقت السماء مبنية ولا عرسا فضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسائي اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الأمين جبريل وقال عزب جل عمال بيت نبوة عمال الرسالة هم فاطمة وابوها وبعلوها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وقال جبريل ربي اعتذروني أن حمد الأرض ليكون أمام سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك وعبد الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلى يخلق السلام خصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدينة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسير إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أزل لي أدخل معكم فلتعذروا لي يا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وقال رسول الله عليك السلام يا من أبي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسالة البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله يبعني مع لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي هو الذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي أما ذكر خبرنا هذا في مافل من مافل على الأرض وفيه جمع من شيتنا وهبينا إلا نزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت له من إن تفرقوا فقال علي زم والله فزنا وفاز شيعتنا وفازوا وسيدوا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل على الأرض وفيه جبل من شيتنا ومحبينا وفيهم مأموم إلا وفرج الله همه يا الله وكشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة إلا وقز الله حاجته يا الله فقال عليه زم والله فزنا وسعدنا وكذلك شعتنا فاز وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم ادخل العالم قبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشفي كل جائع، اللهم اكسر كل عريان، اللهم اغزي ذهن كل مدين، اللهم فرج كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك. اور اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو اپنی دبنگیری اور امیری سے ہماری محتاجی کو پتہ کر، اللہم غیر سوء حالنا من حسن حالک، اللہم اغز اندہ دائنا وعمرنا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر. سلامات.